تشكرك سي خالد على المتابعة ديال هاد المشروع ديال المصباحيات اللي انت يا من الأول الأواني وانت تتبع هاد المشروع هذا وتبعتي جميع المرحلات. وكما كنت قلت لك سي خالد ان شاء الله المجلس اللي كان غادي يجي مول داك المجلس اللي كان قبل راه غيحل المشكل في أسرع وقت، والحمد لله أنا نقول اليوم للسكنة المحمدية بلي المشكل ديال القنطرة راه تحل بعد قراءة ديال جميع هذاك لي زيتود ولي زوديت وديال ديال هذا المشروع هذا. الحمد لله الامور دابا راه المشاكل كلها تحلات، بقات لينا غير نحلوا هذا لو بو هذا. وبهذا المنبر هذا بغيت نشكر اولا بعدا السيده المهندسه ديال الجامعه المحمديه السيده فاطمه العبيري اللي هي وقفات من النهار الاول على هذا المشروع حتى اليوم، وخا بالسبت ولا بالحد ديما تجي تحضر في هذا المشروع هذا باش الامور تكون كومون دير 100% او نورم انترناسيونال، باش يحترموا نورم ناسيونال، باش نقول للناس المحمديه بلي هاد المهندسه راه هي اللي وقفات لا مع المجلس اللي كان ديال السي حسن عنطره، لا داك المجلس اللي كان موراه، لا اليوم معنا حنايا. السلام عليكم سي خالد. فاطمه العبيري المهندسه المسؤوله على مشروع بناء قنطره الواد المالح. وصلت الاشغال؟ الاشغال راه منتهيه، وكان اللي كان باقي هو اننا كنا خاصنا نديروا لا فيريفيكاسيون ديال لي دوسي دو ريكولمون كونسيرنون لو بون. دونك حنا هاد لا سيمين اللي فاتت كانت هي لا سيمين اللي نهينا فيها لا فيريفيكاسيون ديال تو لي دوسي. دونك دابا القنطره موجوده، اللي باقي هو انه المسائل ديال التشوير الافقي والعمودي باش يمكن لها تحل للناس وما يكون حتى شي مشاكل كونسيرنون لا سيركيلاسيون، ما يكونوش دي زاكسيدون، ما يكونش شي مشاكل. وبليكم كون ان شاء الله هذا لو بو هذا اليوم ما بقى ليه غير التشوير اوريزونتال اي فيرتيكال. ونقول للناس المحمديه باللي ماشي اسبوع ولا اسبوعين بل ايام، وان شاء الله غادي نفتحوا هاد القنطره باش تنفس الناس المحمديه اللي اليوم تعانوا بزاف بعد اغلاق لو بون ديال البورتوغي وتتكرفسوا بزاف. وهذا ان شاء الله غادي يكون منفس للسائقين والساكنين باش ما يبقاوش يتعذبوا بزاف باش يجيو يدخلوا للمدينه ديالهم ولا يخرجوا من المدينه ديالهم. سي خالد بالنسبه لهذه القنطره راه غادي تكون فيها واحد لابيس سيكلابل ديال 1.50 متر بلس دو فوا ديال 4 متر 4 متر، سو كيفي حتى الناس اللي عندهم لي بيسيكليت ولا لي موطو ما يكونش عندهم مشكل. هادشي اللي كاين بالنسبه للتشوير لا سينياليزاسيون اوريزونتال. هاد النبع اللي سمعنا هاد الخبر ديال هاد القنطره باش غادي تحل راه مزيان صراحه، راه تكرفصنا بزاف. حنا خدام في محمديه وساكن في كازا، يوميا تنمشي ونجي، كانت القنطره مسدوده، كان المشكل ديال الغاز ولا شناهو، والحمد لله ملي غتفتح هاد القنطره هادي راه الحمد لله. نتمناو من الله يفتحوها في اقرب وقت باش نتمناو من الله باش ما نبقاوش مكرفسين. كنا كنعانيو من ملي كانت الطريق مقطوعه وما زادنيش، كان داك المشكل اللي كان في القنطره ديال الغاز ولا لك اكتضاض بزايد هنايا، وصافي دابا مزيان الحمد لله ما عادش تطلق الطريق هذا، شولي القضيه شويه ساهله من حيث السيركيلاسيون وما يبقاش مطياج بزاف. وكلمة الشكر كاع اللي ساهم في هذا ان باش تفتح هذا الممر هذا شكر لكلشي ليكم انتوما ولا المجلس. راه مزيان تفتحت، راه مزيان تفتحت، كنتو كتعانوا شويه. كنعانوا من الطريق شويه، هو ضروري كنا تنتمحلوا في الاول ما كنا تمشوا على مصباحيات على الحديقه. شحال الوقت كتستغرقوا ديريكتور؟ ونص ساعه الا مشيتي على الحديقه. شكرا هذا المجلس البلدي على هذا المظاهر هذا اللي داير، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. شوف 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 ش